عايز اخدك بسرعه على الاهلي. الاهلي عنده مواجهه كبيره امام الوداد، ولسه الاداء بتاع الاهلي مش مطمئن. الاهلي بقى له فتره وحش. اه عشان الاسماعيلي وحش. الاسماعيلي وحش مش فاهم. مش فيش لعيبه من الاسماعيلي. لا كابتن معلش. لا ايه بس ما هو الاهلي طول عمره عنده نجوم واسماء كبيره يعني برضو الجمله بتاعت لا ايه برضه الاداء بتاع النادي الاهلي برضو نزل. مش لاقي دلوقتي كابتن النجم اللي يشيل الاهلي. مش لاقي يعني. انا عجبني الماتش اللي فات قفشه. المره اللي فاتت روح. اه روح. انت كنت بتلعب في الاهلي صح؟ مش كنت بتلعب في الاهلي؟ ما هو انا مش معنى ان انا بلعب في الاهلي يبقى انا اوافق. لا ما اقصدش على اللي عاجبك. انت كنت بتلعب في الاهلي من الاسماعيلي؟ لا من الناشئين بقى يعني اقصد ما هو الاهلي بيطلع. أيوة من امتى؟ لا يعني الاهلي كان بيطلع ناشئين. ناشئين تقال. لما اطلع مع خمس ست لعيبه ونلعب في النادي الاهلي من ناشئين ده انجاز. انا دلوقتي لما ابص على فرقه النادي الاهلي ما فيهاش واحد من الناشئين غير رامي ربيعه او محمد هاني. كوكا كان بيلعب المباراه اللي فاتت لعيب كويس. بس يا رب ياخد. هيروح فين في وسط الثلاثه؟ ربنا مشي ورجع. بص برضو انت ربنا كرم النادي الاهلي ان جاب محمد عبد المنعم. لازم. انا بقالي يا كابتن ست شهور بنادي الاهلي محتاج فرقه. الاهلي محتاج خمس ست لعيبه. اتمنى النادي الاهلي بيحب يكسب بيكسب باي حد. ولكن لو اللعيبه دي ما حطتش في دماغها ان انا ده النادي الاهلي. يعني انا من فتره طويله ما كانش عاجبني قفشه غير الماتش اللي فات ده. رايق. لعب اسلوب كويس. بقيه اللعيبه الروح هي اللي بتطغي. ولكن فين الفنيات؟ روح وغير اداء برضه يا كابتن. فين الفنيات؟ فين الـ يعني انا ازاي ابقى لعيب بالشيف الفلاني والنادي الاهلي واضيع انفرادات بالسهوله دي؟ يا كابتن الماتش اللي فات كور طويله. كل الماتش النادي الاهلي الماتش اللي فات وبعدين انت انبي رجع لورا خالص. طب ما انت اي فرقه هتدافع عن النادي الاهلي هتتغلب. صحيح. ما انت بتهاجم ما تلعب. صحيح. العب العب. صحيح. ما تخافش. صحيح. مش معنى كده ان النادي الاهلي ان شاء الله هيعمل حاجه مع الوداد. اللي بقول لك اللعيبه الاهلي عايز خمس ست عناصر عشان تقال متحسن من وجهه نظري جدا.